السلام عليكم. لو عايزين نصدر القواعد دي من برنامج السيف لبرنامج الاوتوكاد، هعمل سيلكت فايل اكسبورت تمام على الديسكتوب مثلا. نو ديس نو متر هيفتح لي ملف بالشكل ده. الأعمدة عبارة عن نقط، اختارهم كده وبوينت فور تمام. ده هيفيدنا في ايه؟ هيفيدنا لو عندنا موديل سيف عايزين نحوله لأوتوكاد عشان اظبط عليه القواعد. تبتدي تظبط القواعد على اللي انت جبته من السيف، واخد بالك؟ يعني انت معاك ده، تبتدي ترسمه بقى على الاوتوكاد، تعمل اوفست عشان تجيب القاعدة العادية وكده. وامريكان الاعمدة اهي، تقدر تحطها عادي مفيش مشكلة. طيب لو عايزين نرسم القواعد العادية كلها في خطوة واحدة، في أمر اسمه إكس أوفست تمام أو وينت ون، بعد كده أهو بيرسمه تمام. تفضل تدوس كليك شمال هتلاقيه رسم كل القواعد بس كده.